طب انت في دماغك اكيد خطه معينه بموجبها او بناء عليها قررتي قبل كده ان انت ترشحي نفسك في مجلس اتحاد الكوره. يمكن ما حالفكيش الحظ، بس برضو بالمناسبه عايزين نعرف هل بتفكري تكرري التجربه مره ثانيه ولا لا؟ عموما رجوعا للنقطه الاولى، اكيد في دماغك ملف معين متعلق بتطوير كره القدم، مش عارف بقى بشكل عام ولا النسائيه بصفه خاصه. لا بشكل عام. بشكل عام. طب يعني العناوين بس من غير ما نحرق البرنامج الانتخابي يعني. ماشي. هو في الحقيقه انا لما تقدمت للانتخابات قبل كده حصولي على 91 صوت، وحتى بعد كده لما اتطورنا في موضوع ان احنا رفعنا قضيه على اتحاد الكوره وكده، احنا عملنا شيء اسمه وفاق سياسي، وكان الوفاق السياسي كان قبل البطوله الافريقيه على طول. فكنت الحمد لله ابتديت احس ان انا حقيقي عملت حاجه كويسه، وان الناس ادتني ثقه كبيره ان انا خدت رقم كبير. ده اول مره كنت اترشح للانتخابات فوق توصيف، وده الحقيقي اللي خلاني ان انا انوي ان شاء الله ان انا اترشح تاني في الانتخابات. مش عارف بقى ده يخليكي تعرفي تقولي لنا العناوين بتاعه اللي بتفكري فيه ولا هيبقى ليكي تحفظات؟ لا هقول بس بشكل عام فعلا. فضل. هو انا نفسي جدا جدا المنظومه للكوره يعني او للرياضه اللي انا بحبها تبقى مختلفه، ويبقى فيها تطوير زينا زي اوروبا. اكيد ده هيبقى في ملف الكره النسائيه انتباه، لان انا يعني بنتمي للبنت بطبيعه الحال. ده طبيعي. فكان يعني اكتر حاجات اللي انا نفسي ان انا جدا جدا اكون مهتمه بيها هو ملف الناشئين والكره النسائيه والتحكيم. حلو كده. لكن التطوير في المنظومه بشكل عام هيبقى برضو من ضمن اهدافي، يعني تطوير القسم الرابع والقسم الثالث. انت عارف حضرتك احنا عندنا القسم الثالث والرابع دول الناس، في ناس كتيره جدا بتبقى او يعني مش عارفه، ممكن يكونوا مهمشين لحد ما، ولكن هو دورهم كبير جدا، بدليل ان محمد صلاح كان من نادي عثمانون طنطا. لا انت مثلا في بتاع 13 لاعب من الانديه قسم الثالثه والرابعه، 13 لاعب من المنتخب. طبعا. فالنهارده انت لو عملت الدور ده كاتحاد كوره ما بيننا وما بين وزاره الشباب في دعم ده، احنا بنكسب جدا. مصر ولاده جدا. طبعا جدا. دي حقيقه. وانت يعني فكره كمان ملف الناشئين ده انا اتفق معاكي، واعتقد اي حد يتفق معاكي هو ده الاساس، يعني هو ده المستقبل. طبعا.